ريك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. معايا غور ديليس الباتل على الباتل. جمعة كاملة نلعبوا معايا غور ديليس، وكالعادة وكما كل عام فما جديد. المرة هذه يا غور ديليس يجيكم بالباتل على البوتل. اليوم يا غور ديليس اختاري فرح صغيرات في مدرسة محجوب موجود سلايم، هو اللي جوغد نتاع يا غور ديليس، باش نشوفوا مع بعضنا صغيرات زعما يعرفوا حكاية الباتل على البوتل، وشكون فيهم بدا يجمع في الغطاوات نتاع يا غور ديليس. سلايم على سلام، مرحبا. بونجور امين، بونجور، مباشرة من ايكول محجوب. كما قبيلة صبحنا على الصغيرات، خلينا نعاود ونصبح عليهم تاعنا، نقول لهم البونجور نتاعنا نتاع العادة. بونجور. فوالا، مانيش وحدي، بحذايا زادة المسكوت هنا تبع ديليس. اليوم نسألوا الصغيرات اش معناتها الباتل على البوتل. اش معناها الباتل على البوتل؟ نسألوا الصغار شوفوا يعرفوا يجاوبوا ولا، وكيفاش نعملوا باش نربحوا البوتل. بحذايا الصغيرات هنا، بونجور أصبيه المحلى، زينكم. أنا هاو باش نسألكم توا، وشوفوا شكون يعرف يجاوب. شو معناتها الباتل على البوتل؟ لعبة جديدة متاع ديليس. لعبة جديدة متاع ديليس. وأنت شو معناتها الباتل على البوتل؟ لعبة ديليس جديدة. لعبة ديليس جديدة، الباتل على البوتل. تعرف أنت؟ قولي. حاجة جديدة في ديليس. شو معناتها الباتل على البوتل؟ لعبة جديدة متاع ديليس. وانتي قولي. لعبة جديدة متاع ديليس. الكلكم معناها تقولوا اللي هي لعبة جديدة متاع ديليس. انتم معناها تحبوا تربحوا الباتل ولا؟ باهي صحيتو. تو باش نعاود نسألكم وتجاوبني بالواحد، مش مع بعض. كيفاش نعملوا باش نربحوا الباتل؟ انتي قولي. لازم نلمو 16 من الختام تاع ديليس. نلمو 16 من الختام تاع ديليس. باه، وانت قولي. لازم نلمو برشا. مو برشا معناها 16. باه، قولي انت تعرف. باش نربحوا الباتل كيفاش لازم نعملوا؟ قولي. 16 يا غرطة. 16 نختار. 16 نختار نحط تاع ديليس. نحطهم في الالبوم، صحيت، نحطهم في الالبوم. 16 نختار تاع ياغورت ديليس. بونجور محلى زين. بونجور. انا سالتهم قبيله وتوا باش نعاود نسالك انت. اي. توا انت لازمك تربح الباتل. ايه. كيفاش تعمل؟ لازمي نجمع 16 ختام تاع ياغورت ديليس ونحطهم في الالبوم، بعد نعطيهم للعطار يعطيني دبوزه وهكاك ربحتها. صحيت. معناها انتم تحبوا تربحوا الباتل. باهي، وشنو الحيوان المفضل نتاعكم؟ قولي. باندا. باندا. وانت؟ اسد. اسد. أسد. بانغوا. أسد. 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 باندا. بانغوا. إبا يغور ديليس يعطيكم الفرصة باش تربحوا الباتل هذيه اللي هو موجود عند العطار ولا أقرب مجازلك. أنتي فما الأسد وفما الباندا وفما البانغوا. تلم 16 نقطة كما قلتولي يغور ديليس، تمشي تمدهم للعطار والمجازا وتربح معايا الباتل. دوك أنا اليوم في بلاصة تقعدوا تمشي وانتم على العطار، جبت لكم أنا الباتل اللي هنا. عندي الأسد والباندا والبانغوا، وتوا باش نفرقهم عليكم على خاطر يغول ديليس فرح بيكم. صحة عليهم يا سيدي، يعطيك صحة سليم يا غور ديليس، يعطيهم الصحة. والله عندي صغيرات لهنا قالوا لك واحنا جيب لنا كوثر ونادية وسلاح وكل، قالوا لك جيب لنا. سلاح قال لك ما حب باتل، حب بانغوا. بالنسبة للبنات تو نجيب لهم أسد وبانغوا على خاطر الباندا موجودة ديجا بجنبك. سلاح أنا باندا. لا علي أنا يحكي. لا على خونا سلاح، على خونا سلاح. أنا صغير. هما 16 نقطه هكا ولا؟ اي. انت قداش لميت سلايم لتو؟ انا تو عندي 12. قداش مازالوا لك معناتها؟ مازالوا لي اربعه ونربح البوتل. دونك لازم 16. انت سلاح قداش لميت؟ انا لميت 10. فوالا، دونك مازالوا لك 8. ديما زيد، ديما لازم بزاف. صعبوها علي، صعبوها علي شوي. ما تنساوش انكم تلموا 16 نقطه يا غور ديليس، تلصقوهم على البوم وتهزوهم لعطار الحومه ولا لاي ماجازان، وتتحصل على البوتل اللي هي ياسر براتيك وتنجموا تستعملوها كبار وصغار. ودونك لي غورد هذوما يحترموا المواصفات العالميه للجوده، وخاصه هما منتوج 100% تونسي. غدوا مع 47 دقيقه نعرفوا سلايم ويمشي يكون موجود، وهكا تكونوا مع يا غور ديليس. انتم